اتفقنا على أهمية العمل المشترك والتنسيق ضمن الاتحاد الإفريقي للمساهمة في تعزيز السلم والأمن في قارتنا وحل نزاعاتنا إفريقيا والسعي إلى تصحيح الظلم التاريخي المسلط على قارتنا الإفريقية بالعمل على التمكين لتمثيل عادل لقارتنا. وهنا أتوجه إلى أخي الرئيس مادوبيو لأشيد بدوره كرئيس للجنة العشرة ورؤساء دول حكومات الاتحاد الإفريقي من أجل إصلاح مجلس الأمن الأممي للأمم المتحدة.